سيدنا محمد. إن شاء الله راح يكون عنوان موضوعنا اليوم النمل يصدر ذبذبات صوتية. وضع فريق من العلماء مكبرات صوت صغيرة جدا داخل بيوت النمل لنقل الأصوات التي تصدرها الملكة والتي تدفع النمل إلى التركيز والانتباه. وجدوا أنهم عندما استمعوا إلى أصوات الملكة تبين أن النمل يتوقف عن الحراك ما أن يسمع الصوت الملكة فيرفع قرون الاستشعار لساعات طويلة دون الاتيان بأي حركة. وإذا ما اقترب أحد من البيت يهاجمه النمل بسرعة. ويؤكد الباحثون أن النمل لديه مفردات أكبر مما كان يظن سابقا. فالأصوات المختلفة داخل مستعمرات النمل يمكن أن تستفز لقيام بردات فعل مختلفة. لذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حتى إذا أوتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل آية 18. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.